بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. إذا هذا الدرس سيدخل في علم الصوتيات، طريقة كتابة الصوت A باللغة الفرنسية le son A. On peut écrire le son A de plusieurs façons. إذن نستطيع أن نكتب الحرف A بطرق متعددة، وهذا هو رمزه في علم الصوتيات en phonétique. الطريقة الأولى الحرف E، ثانية E suivi par D E D، ثالثة E Z، رابعة E accent grave، الخامسة EI، الحالة السادسة E suivi par T، E متبوعة بالT، الحالة السابعة AI، الحالة الثامنة AI avec un circonflexe sur le I، الحالة التاسعة هي E مع un accent circonflexe sur le E. إذن جميع هذه الحالات نقرأ هنا عندما يكون في وسط الكلمة A A A A A A A A A avec E. إذن كيفيات تحول الصوت E إلى الصوت A؟ إذن ما هي طريقة معرفة قراءة E على أنها صوت A؟ إذن example بعد الأمثلة. إذن تقرأ E وتفقد هذا الصوت فتصبح A عندما يسبقها حرفان صامتان. Alors ici on a V E est précédé par un V et suivi par un C. Alors on lit avec avec. نفس الشيء هنا E مسبوقة بالحرف B ومتبوعة بالحرف R، on lit perdre avec نقصد بها مع. perdre هو الفعل الذي ينتمي إلى المجموعة الثالثة لأنه ينتهي ب RE. إذن perdre هو فقد. chercher هو فعل ينتمي للمجموعة الأولى لأنه ينتهي ب RER. إذن هنا E تقرأ A لأنها مسبوقة بالحرف شين، CH تقرأ شين والحرف R. إذن chercher بحثة فعل بحثة. de l'herbe العشب نقصد بها الأعشاب. de l'herbe une lettre وهي الرسالة. une personne شخصمان une personne شخص. الحرف E مسبوق ب P و R، إذن الحرف P تأخذ صوت A فتصبح P. personne mercredi هو يوم الأربعاء. الأم مسبوقة متبوعة بأ وأ تتبع R، إذن أم أ تتوسط حرفان ساكنان فتقرأ mercredi. la mer إذن أ تأخذ صوت A لأنها مسبوقة بأم ومتبوعة بأر وهو البحر. ننظر الآن إلى الحالة الموالية E D. إذن عندما نجمع بين الحرفين E و D فنحن نقرأه A. example pied، الحرف E يصبح ياء فيقرأ pied. blé pied هي قدم. fier contre pied acier. ايضا E Z تقرأ A بعد الأمثلة. كلك اكزامبل ني انفون ني، اذا ان متبوعة ب E Z، Z لا تنطق لا تقرأ فنقرأ ني. شي منزل جو سوي شي موا انا في منزلي. سي اج تقرأ حرف شين فتصبح
شي لأنها متبوعة ب زد، زد أيضا لا يقرأ هنا أو زي. إذا هذا الحرف هو الحرف S، ولأنه مسبوق بحرفان متحركان دو فايل أو إي أو يقرأ، يفقد صوت سين فيصبح مثل ومثل الحرف زد. إذا أو زي يتجرأ أو زي. الآن نمر إلى الحالة الموالية avec e accent accent aigu. في هذه الحالة aigu أي أن الصوت A يكون طويلا لأن الفتحة، لأن هذه الفتحة مفتوحة. Exemple: un élève timide, un père ab, une mère om, un frère ach, un problème مشكل. نمر الآن إلى الحالة الموالية وهي عندما يكتب الحرف E مع I. Alors, la lettre E est précédée par un I. بعد الأمثلة Exemple 16. إذا 16 هو الرقم 3 أو العدد 13 في الرياضيات. اللغة الفرنسية يقرأ 16 هو العدد 16 عفوا 13 هو العدد 13. لو سولي الشمس، لو سولي الشمس. إذا avec A E I on a quelques exemples. Le nombre 16 16 13 13 le soleil الشمس. أيضا يكتب صوت A بكتابة الحرفين ET. Exemple بعد الأمثلة un cabinet un cabinet un bouquet un bouquet comme un bouquet de fleurs بقى من الورود un cachet admis admis. إذا T لا تقرأ admis فيصبح صوت A admis. Alphabet juillet alphabet هي الحروف. juillet هو الشهر السابع من السنة شهر يوليوز. في هذه الحالة لدينا E مع avec la virgule circonflexe et T و الحرف T. exemple بعد الأمثلة un arrêt موقف كموقف الباصات un arrêt. إذن هنا T لا تنطق أيضا فيصبح الصوت A. un prêt la forêt غابة un intérêt un intérêt هو نقول فائدة أو مصلحة. لدي مصلحة جي أن انتري. إذا الحالة الموالية E Y. إذا E suivi par Y أو bien par la lettre Y تقرأ A تعطي الصوت A. Exemple un poney. الحالة الموالية avec A I ou A I avec un circonflexe sur le I. La saison. Facile. La saison. Un trait. Prat. Le maître. Al-Muallim. Faire. Fermina. Al-Mujmoua. Salisa. Faire. Fa'ala. Une maison. Manzil. Une maîtresse. Muallima. Namour l'an il al-Hala al-Akhira. Avec un accent circonflexe. Exemple la tête ras une fête hafla même nafs. Alors c'est la fin de notre cours et nahun et nihayat dafuna li alyoum nashkurukum ala husni mutaba'atikum wa ka khulasa li hada ad-dars sanaqum bi al-qira'a. Le son est on peut écrire le son E
de plusieurs façons. La première, E, ED, la deuxième, la troisième, EZ, la quatrième, E avec un accent avec un accent aigu. La cinquième façon, EI, ET, AI, AI avec un accent circonflexe et E accent circonflexe. Avec E, on a quelques exemples. Avec, perdre, chercher, de l'herbe, une lettre, une personne, mercredi, la mer. Avec ED, pied, blé, scié, contre-pied, acier. Avec EZ, exemple, on a né, chez, osé. Avec E accent aigu, on a quelques exemples. Un élève, un père, une mère, un frère, un problème. Avec EI, quelques exemples. 16, 13, le soleil. Avec ET, un cabinet. Bouquet, cachet, admet, alphabet, juillet. Avec E, E circonflexe ET, on a quelques exemples. Un arrêt, un pré, la forêt, un intérêt. Avec Y, exemple, un poney. Avec AI ou AI et circonflexe, la saison, un trait, le maître, faire, une maison, une maîtresse. À la fin, idem fin nihaya, la E, avec un circonflexe, exemple, la tête, une fête, même. إذا نشكركم على حسن تتبعكم وأي اقتراحات أي دروس أي استفسارات ما عليكم إلا كتابتها في التعليق ونحن سنقوم بالتواصل معكم وإنجاز دروس لكل ما تطلبونه إن شاء الله بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى اللقاء في حصة قادمة بإذن الله.